كاين الناس في الطريقه ديالهم ديال تحليل النجاح كيقول لك انا واعر نجحت حتى انا واعر فهمتي هنا فين هنا الايغو كيبغي كتولي انا لا كتولي نفيسه كتولي الارض ما هزاش كتولي أنا. فهمتي شنو كنقول لك كتولي صافي ما وهاد اولا سببها كما قلت لك هو التحليل الخاطئ للنجاح عمرك ما تنسب الحاجه لراسك من ناحيه الدينيه كاين واحد المعركه اللي ربحوا فيها الصحابه وكان فيها كفار اكثر من